مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة اليوتيوب التعليمية روزابيل جديد. بهيدا الفيديو رح نتعلم حيلة جديدة بمستند اكسل يلي بتخولنا نكون عم نعمل ترقيم اوتوماتيكي لكل المستند. بحال عملية الحذف ترجع بتصير عملية اعادة ترقيم تلقائية. قبل ما نبلش نحكي بالتفاصيل بدي اتمنى على الاشخاص اللي بعد ما اشتركت بالقناة تضغطوا على زر الاشتراك السبسكرايب، تفعلوا الجرس تيضل يوصلكم فيديوهات جديدة. لكن ملاحظين انه انا عندي هيدا الاكسل في عندي تاني كولوم من عندي لستة الاسماء واول وحدة للارقام، بدي اجي رقمهم. بالعادة كنا نيجي نحط مثلا رقم واحد ونيجي نسحب لتحت ونقول كوبي سيل، بهيدي الطريقة بنكون حطينا ارقام. لو افترضنا انا جيت محيط هيدا الاسم عندي رح تلاحظوا انه في عندي صار 1 3 4 5. طب افترضنا كان عندي شي 200 اسم، كيف بدي اعمل تارجع حطهم بطريقة اوتوماتيكية؟ اللي رح يصير انا عندي اياه هو بهيدي الطريقه، بنحط هون باول رو ايكوال كلمه رو وبنفتح بارانتيز وبنسكرها. وقد ايه عندي انا من هون 1 2 3 بقول ماينس 3 وانتر، بتلاحظوا طلع لي الرقم 1 وهون تلقائيا بعمل دراج ولاحظوا كيف صار في عندي مرقمين 1 للـ5. إذا أنا جيت لغيت مثلا رقم 3 تلقائيا تحول وعندي 1 2 3 4. هيدي الطريقة كتير سهلة أقدر أعمل فيها تدخيل أوتوماتيكي للأرقام عندي على مستند إكسل. بنهاية هيدا الفيديو بدي أتمنى على الأشخاص اللي بعد ما اشتركت بالقناة تضغطوا على زر الاشتراك أو السبسكرايب، تفعلوا الجرس، ما تنسوا تروحوا على صفحة الفيسبوك بيج روزابيل جديد توتوريالز، تضغطوا على زر الإعجاب أو اللايك، وأكيد ما تنسوا اللايك والكومنت والشير تيضل يوصلكم فيديوهات جديدة.